مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على حضراتكم، أسبوع جديد ولقاء جديد من برنامجكم ساعة صبحية بإذن الرحمن، ومشيئته تكون ساعة صبحية مليانة بالخير والبركة والسعادة وكل شيء جميل يرضي ربنا سبحانه وتعالى في المقام الأول ثم يرضي حضراتكم جميعا. ناس كتير جدا بتشتكي إنها مش عارفة تحقق هدفها أو وصولها للغاية الخاصة بيها. ناس كتير بتقول أنا دايما بسعى ولكن للأسف ما بوصلش للهدف بتاعي. طيب ليه احنا ما بنقدرش نوصل للهدف بتاعنا؟ في اسباب كتير جدا بتخلينا قدر الله بنفشل في وصول الهدف، وفي برضه اسباب لو احنا وضعناها عين الاعتبار ممكن توصلنا للهدف بتاعنا. دايما بنقول ان التخطيط وان تحديد الهدف من البدايه هو سر من اسرار النجاح. طب ازاي ده ممكن يكون؟ اول حاجه من الاشياء اللي احنا ممكن نعملها للوصول لهدفنا تربيه النفس على ايه؟ ان احنا نعودها على النظام والتخطيط. بمعنى ان انا دلوقتي طالب في المدرسه، ان انا هصحى الصبح اروح المدرسه بتاعتي، بعد ما اجي من المدرسه اخطط بقى ان انا اروح مثلا الدرس بتاعي، ان انا هذاكر شويه، ان انا هلعب مع اصحابي، ان انا هحاول اتفرج شويه على المسلسل، بحيث ان يكون عندك تخطيط، والتخطيط اللي انت بتحطه ده تمشي عليه وتنفذه. ما ينفعش حتى لو انت النهارده قلت هتلعب ساعه وفي الاخر ما لعبتهاش، مش لازم تلعب كره قدم ان شاء الله، حتى يعني ترفه عن نفسك بشكل عام. الغرض من ده انك انت تنفذ الشيء اللي انت خططت عليه عشان بعد كده تعرف تكمل المسيرة وتقدر الحاجة اللي انت تخططها تمشي عليها بعد كده. حاجة تانية انك تعود نفسك ان يكون لك عمل تؤديه بغاية او بغير غاية. بمعنى ايه؟ ان انا مثلا مش لازم عمل اللي هو شغل انا اتقاضى منه اجر، لا، عمل معين ان شاء الله، عمل تطوعي يعني مثلا طلاب في الجامعه، ان انا يبقى لي كل يوم عمل معين اعمله ان شاء الله، حتى لو هروح ازور اقاربي هشوف صحابي، ده بمثابه عمل ان انا اعمله. ده برضو بيرجع للتخطيط والتنفيذ بشكل عام اللي بيعودك وبيؤهلك ان انت تكون منظم في حياتك وان انت تنفذ ما خططت اليه من البدايه عشان تقدر تنجح بعد كده في باقي المشوار الخاص بحياتك. نيجي لأهم نقطة وهي التفاؤل الدائم، وده اللي بيصيب الكثير من الشباب، اللي هو الشباب بتاعنا وتحديدا خريج الجامعات، اللي يقول لك يا سيدي حتى لو أخدت تقدير ممكن بواسطة يتعين اللي هو واخد مقبول امتياز ما تعينش. في سلبيات على فكرة، بس في إيجابيات كتير جدا. ما ينفعش إن أنا أرمي الفشل بتاعي على شماعة الكوسة، على شماعة إن الحكومة ما بتوظفش، على شماعة أي شيء، ولكن الهدف بتاعي إن أنا أحققه. بمعنى إزاي؟ ان انا خلاص اذاكر وانجح واخد تقدير امتياز حتى لو ما فيش شغل ليك، بس عندك انك انت تنمي قدراتك ومهاراتك. يعني خريج جامعه حاول تتدرب في مجال عملك، حاول تسعى. السعي دي النقطه الرابعه اللي احنا بنتكلم فيها، ربنا سبحانه وتعالى امر بالسعي بشكل كبير، ان انا ما يأسش. نقطه مهمه كمان ان احنا نتعلم من الفشل بتاعنا. يعني انا دلوقتي هضرب بمثل واحد لسه بيتعلم السواقه وهو بيسوق اكل مطب، ده معناه ان هو مش هيسوق تاني؟ ده معناه ان انا خلاص هسيب العربيه ومش هركبها ومش هكمل المشوار؟ لا، بالعكس، اتعلم من اخطائك عشان تعرف بعد كده تدرك الامور وتقدر تكمل المسيره بتاعتك. ودي النصيحه اللي احنا بنقولها لكل شبابنا، شبابنا اللي هو من المرحله الاعداديه حتى الشباب اللي هو 40 و50 سنه. ما ينفعش نفشل، ما ينفعش نيأس، خلي عندك ثقه في الخالق عز وجل. طالما انت بتسعى ربنا معاك، طالما انت بتجتهد وانت بتشوف عملك على اكمل وجه، ربنا سبحانه وتعالى هيكافئك، حتى لو اخر رزقك، حتى لو اخر الهدف اللي انت عايز توصل له، ولكن طالما انت بتعمل شيء ومتيقن ان هذا الشيء بيرضي ربنا سبحانه وتعالى في المقام الاول ثم يرضي ضميرك ومرضي للمجتمع بشكل عام، اعتقد هتحس بنجاحك وهتحس بذاتك في تطبيق هذا الشيء. مهم جدا كمان ان احنا يكون عندنا مرونه في التفكير، ما ينفعش غليظ التفكير، ما ينفعش اكون خالص ان انا ابقى غليظ التفكير. بمعنى ايه؟ ان انا لما اجي افكر في شيء، هاجي افتح مشروع، يبقى تفكيرك مرن، خليك متفائل دايما. بمعنى انا دلوقتي هعمل محل، خلاص انا هجيب بضاعه بكذا وهعمل كذا، طب انا مش خبره قوي، طب انا ممكن افشل، طب انا ممكن البضاعه ما تتباعش، طب ليه ما تخلي عندك مرونه في التفكير؟ بمعنى ان انا ادخل اكتسب الخبره، اشوف صديق ليا مثلا عنده هذا المشروع، اكتسب الخبرات بتاعته، اشوف مرونته في التفكير في الامور الخاصه بهذا المشروع ممكن تكون ازاي، واشتغل عليها بايجابيه. مش عيب جدا ان انا استفيد واستقي معلوماتي من خبرات السابقين. يعني احنا كاعلاميين لما نيجي مثلا نستضيف اساتذه لينا كبار، بنحاول في اي لقاء لينا معاهم بنستفاد من الخبره بتاعتهم. على كل واحد فينا انه يستفاد من خبره السابقين ليه، اعتقد دي هتضيف ليك بصمه واضحه. بس الاستفاده من الخبره ناس كتير جدا بتنطوي معاها على موضوع التقليد، لا،
مش عيب ان انا استفاد من ده واستفاد من ده واستفاد من ده، وبالمعنى كده بالبلدي زي ما بيقولوا اضربهم في الخلاط واطلع شخصيتي، اطلع اسلوبي، اطلع طريقتي، اطلع منهجي في الحياه، ان يكون واضح وصريح وان يكون لي هدف. في البدايه عايز اقول لحضرتك اذا فشلت في الاعداد لهدفك اكيد فشلت انك انت تعد لنفسك وتعد لذاتك في كل امور الحياه. بمعنى ان انا لازم يكون عندي هدف واضح من البدايه، لازم يكون عندي الخطه اللي انا بضعها لامور حياتي، ولما اجي اتم وضعها بشكل كبير يكون عندي تفاؤل ويكون عندي امل ويقين ان انا ان شاء الله هوصل لمرادي، زي ما احنا ان شاء الله عندنا يقين ان باذن الرحمن اللي جاي افضل. ودايما حضراتكم بالف خير وصحه وسعاده. نبدا مع حضراتكم باغنيه جميله ونرجع نكمل باقي برنامجنا ساعه سبحانه. ربنا يحمي بلادنا العظيمة مصر، ربنا إن شاء الله يقدم لنا الأفضل. والحقيقة ما تقوم به القوات المسلحة المصرية بالتعاون والتكاتف مع قوات الداخلية في كل المحافظات الحدودية يعني مجهودات تحمد وتؤكد إن هناك أبطال يسرون ليل نهار للدفاع عن هذا الوطن. ويمكن ده أكده زيارة الفريق أول صدق صبحي وزير الدفاع، وأيضا زيارة وزير الداخلية اللواء مجد عبد الغفار أمس، وأخذوا بجولة في شوارع العريش وسط الأهالي هناك. أعتقد يؤكد أن الأمن والأمان مصدره هو مدينة العريش، مصدره مدينة شمال سيناء أو محافظة شمال سيناء، وأن إن شاء الله بإذن الرحمن مستمرة العمليات من قبل قواتنا المسلحة والجيش المصري لاستئصال شوكة الإرهاب من هذا الوطن. وبإذن الرحمن اللي جاي أفضل. والحقيقة هذه الجولة بعثت بالعديد من الرسائل، أهمها رسالة احتضان لكل أهلنا في محافظة شمال سيناء وتحديدا في مدينة العريش، وتأكيد أن الدولة لن تنساهم مهما كانت الظروف ومهما كانت المحن، وأن إن شاء الله بإذن الرحمن قادرين أن احنا نطهر كافة بقاع مصرنا الحبيبة من فيروس الإرهاب. الجو شفنا امبارح طبعا الاحوال الجويه كانت متقلبه، شفنا قد ايه شبوره وضباب في حاله الجو. بعض المحافظات كانت فيها تقريبا الرؤيه منعدمه، كان هناك بعض التحذيرات، ولكن خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الطقس من الدكتور وحيد سعودي متحدث بسمايه الارصاد الجويه. اهلا بيك يا دكتور وصباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح النور، اهلا بحضرتك. طمنا ايه اخبار حاله الطقس؟ تعرضت بالامس الطقس غير مستقر. نعم. نشاط الرياح المثيره للرمال الاكليله وصلت لحد العاصفه. النهارده في تحسن ان شاء الله متوقع في حاله الجو. طبعا هتهدأ سرعه الرياح، ده هيبقى ليه مردود ايجابي على الانشطه اليوميه وعلى حركه الملاحه البحريه، لكن هناك انخفاض متوقع في درجات الحراره. فطقس اليوم مائل للبرود على السواحل الشماليه، معتدل على وجه البحر والقاهره الدلتا. اقدر اقول دافئ على محافظات الصعيد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، ما زال شديد البروده اثناء الليل وعلى مدار ال 72 ساعه القادمه مزيد من الاعتدال والتحسن في حاله الطقس. دكتور وحيد، ترددت بعض الاقاويل وبعض الشائعات بيقول انتشار فيروسات في الطقس المتقلب ده نتيجه بعض الرياح القادمه من مناطق معينه، مدى صحه ذلك وايه التفاصيل اللي ممكن تقولها عن اسبابها وتحديدا في المحافظات اللي كان فيها اكثر ضبابيه زي الاقصر والقنا وسوهاج يا فندم؟ ايه اخبارهم عليه؟ هي اكثر المحافظات اللي تعرضت لسوء الاحوال الجويه محافظات شمال الصعيد. نعم. وجنوب الصعيد، شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا اسيوط، وجنوب الصعيد بدءا من سوهاج لغايه الاقصر واسوان. نعم. السبب في هذه الموجه طبعا كنا متاثرين بوجود منخفض جوي صحراوي كان مصحوب برياح جنوبيه غربيه ناشطه في سرعتها، ادت الى اثاره الرمال والاكلمه اللي وصلت لحد العاصفه. ولكن سرعان ما تحرك هذا المنخفض وتاثرت البلاد بوجود مرتفع جوي اخر بديل ادى الى سقوط الامطار على بعض المحافظات، على راسها طبعا محافظات شمال الصعيد وايضا محافظات سيناء، وده مؤشر طيب بالنسبه للاعتدال والتحسن المتوقع في حاله الجو ان شاء الله خلال الفتره القادمه. هل تسبب هذا الطقس فني في انتشار بعض الفيروسات كما تردد من اقاويل وشاعات؟ يعني فندم ايه تقول حضرتك ايه؟ هل تسبب هذا الطقس في انتشار بعض، يعني في ناس كتير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض برضه المواقع الاخباريه قالت ان انتشار بعض الفيروسات اللي سببت بعض المشاكل لدى الاطفال تحديدا في عدد من المحافظات اللي تعرض لهذا الطقس بشده يا فندم، هل ده صح ولا؟ طبعا يعني لو حصل في خسائر عديده وكده وحاله اختناق وكده، فكره بالظبط ما عنديش عمليه احصائيه ليها بالمعنى الدقيق. يعني يسال في ذلك بقى وزاره الصحه. طيب النصيحه اللي ممكن تقدمها يا فندم بشكل عام، النصيحه اللي ممكن تقدمها للمواطنين في حاله يعني حدوث مثل هذا الطقس ممكن نقول لهم ايه؟ حضرتك اهم حاجه ان احنا نستمر في ارتداء الملابس الشتويه الثقيله على الاقل لمده اسبوعين جايين، لان ما زال الجو فعلا ما بين البارد وشديد البروده اثناء الليل. ان كان هناك تخفيف للملابس خلال هذه الفتره صباحا يبقى بشكل متوسط. الشبوره هتعاود ظهورها مره اخرى اعتبارا من فجر الغد. نعم. لكل الساده مرتادي الطرق على الطرق السريعه،
طبعا القيام بهدوء، يبقى في مسافه امان بين السياره والاخرى، ونلتزم بالسرعات المقرره اللي بتقررها الادارات العامه للمرور. تمام، انا بشكر حضرتك جدا دكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه. طمنا الحمد لله ان حاله الطقس تحسنت بدءا من اليوم، وان ان شاء الله الشبوره دي انقشعت تمام من العديد من المحافظات، تحديدا محافظات شمال وجنوب الصعيد. واهم النصائح اللي اكد عليها ارتداء الملابس الثقيله، ناس كتير جدا شفناها في الشارع تحديدا في فتره الظهيره خففت الملابس ولبست نص كم. يا جماعه لسه الصيف ما تطلعش علينا، زي ما بيقولوا كده لسه الداخليه ما صيفتش، لما تصيف الداخليه ممكن حضرتك تقلل ملابسك يعني شويه شويه، عشان خاطر ما ينفعش نتعرض للتقلبات الجويه او البرد بشكل عام، حتى لا تصيب حضراتكم او لا يصيب حضراتكم مرض، وتحديدا الفيروسات اللي بتنتشر في مثل هذه التقلبات الجويه. والف مليون سلامه على حضراتكم جميعا. النهارده ان شاء الله مشاهدينا الكرام عندنا مجموعه من الفقرات الحواريه الهامه، الفقره الاولى هتكون طبعا مخصصه لرابطه محبي مصر الحديث عن إنجازات هذه الرابطة، مشروعات كتير جدا قدمتها سواء على تقديم المنتجات والسلع الغذائية المخفضة بشكل كبير جدا جدا في العديد من محافظات الجمهورية والمناطق الأكثر احتياجا، ونحاول نفتح العديد من المحاور الأخرى عن طريق الشركة الزراعية اللي عزمت على إنشاء هذه الرابطة، والهدف منها ويكون ضيفنا إن شاء الله فيها مهندسة صفاء محمود عضو رابطة محبي مصر، والأستاذ صنطاوي الحاج عضو رابطة محبي مصر. أما الفقرة الثانية نتكلم فيها عن ارتفاع سعر الدولار، زي ما احنا شفنا المرحله اللي فاتت واليومين الاخر دول ان شفنا الدولار بعد ما انخفض ل 15 جنيه و60 قرش و16 جنيه وصل تقريبا اول امبارح 18 وكسور، يعني شوف تاثير ارتفاع الدولار على الاسعار والاسواق بشكل عام، وممكن المقترحات اللي احنا ممكن نقدمها بحيث ترجع مره اخرى يعني الانخفاض في سعر الدولار، لان زي ما حضراتكم عارفين ارتفاع سعر الدولار بيأثر بشكل كبير جدا على كافه المنتجات وتحديدا المنتجات المستورده. اما فقره الصحافه ان شاء الله هيكون ضيفنا فيها الاستاذ الكاتب الصحفي محمد الفي بصحيفه الاهرام. هنشوف حضراتكم دلوقتي ان شاء الله هتشوف معانا تقرير مهم عن افتتاح معرض زهور الربيع مع وزير الزراعه ووزير الموارد المائيه والري محافظ الجيزه. افتتاح هذا المعرض مهم جدا، ناس كتير جدا بتقبل عليه من كثير من محافظات الجمهوريه، اعتقد انطلاقه حقيقيه للتوسع في اللون الاخضر بشكل كبير، انطلاقه حقيقيه لقيمه اللون الاخضر في حياتنا متمثل في الزراعه بشكل كبير. زميلنا محمد كمال هنشوف معاه هذا التقرير ونرجع مع حضراتكم بعد التقرير مع فقره الصحافه، انتظروا.